السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مستر كوتشوا مولف زوكا حسن. أولا قبل كل شيء مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي تفوقوا ونجحوا وحصلوا على شهادة البكالوريا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق حتى الطلبة والطالبات اللي عندهم دورة استدرافية. كاين واحد الموضوع اللي هو مهم جدا جدا اللي تنتكلموا عليه، عندنا فيه مشكل اللي هو كونسيرن التوجيه المدرسي، يعني تنتكلموا على لوريونتاسيون سكولير بروفيسيونيل. هاد الكلمة توجيه المدرسي والمهني اللي هي تعتبر واحد الخطوه اللي هي حاسمه في حياه كل طالب او طالبه، خاصه من يقب شهاده البكالوريا وحنا في بلد ديال المغرب. هنا اشنو تيوقع لنا اساتذه؟ مزيان النقطه، راه النقطه حتى هي غير واحد الجزء يعني من النجاح، ولكن حنا فين تلقاو المشكل هو في المستقبل ديال ذاك الطالب وديك الطالبه، باش ما يطيحش. يعني كيوقع للمجموعه ديال الطلبه والطلاب ما كانوش في التوجه اللي خاص بهم يمشيو في الحياه المهنيه ديالهم مزيان. دونك هنا النقطه المهمه جدا جدا، كيفاش يتم هذا التوجيه؟ هذا الشيء كنقول لك ماشي نقطه غير مهمه، هنا بناء على الاهتمامات والميولات والقدرات ديال الطالب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احتياجات ديال السوق ديال العمل اللي كاين في المستقبل. راح ما يمكنناش نوجهوا ولادنا داك الشيء، تنعرفوا حنا في السبعينات والثمانينات والتسعينات، راه كاين مجموعة ديال الأشياء اللي تغيرت. هنا أشنو باش الطالب ممكن ياخذ بعض القرارات اللي تقدر توضح ليه الطريق، اللي تقدر تبين ليه أشنو كاين، هو أشنو أش وقع عندنا؟ واش حيت حنا ملي تنديرو أن تيست خاصة في الكوتشين دوريونتاسيون في كل بروفيسيونيل، راه تنديرو يعني واحد لي فالياسيون ديال لي كومبيتونس، واحد لي فالياسيون ديال اشنو هما الاهتمامات عندك الطالب الشخصيه. علاش؟ حيت هو لا تعرف عليها كطالب وتعرف على الميولات ديالو وتعرف على القدرات الشخصيه ديالو، راه هنا راه ممكن هو تتبان ليه الطريق فين يمشي. علاش؟ حيت حنا مثلا تيقول لك انا عندي هذا لا مويان حصلت عليه اللي غادي يدخلني اما لهذا المعهد اما لهذا المعهد اما لهذا المعهد او اما لهذا التخصص او هذا التخصص او التخصص. اذا كان هو من اختيار يعني والميولات ديالو، كون على يقين غادي يمشي به وينتهق فيه، وحنا حتى مستقبلا تيعطيه ذاك المجال. سبحان الله، ما تيوقعليش روتين. دابا تلقاو واحد المجموعه منهم الاصدقاء ديالنا اللي تيخدم واحد العمل وعنده روتين وعنده ملل في ذاك العمل، ما باقيش بغاه، تيدوز في واحد 8 سنين 5 سنين 10 سنين تيجي الملل. هنا عاوتاني فين تلقاو الاشكاليه؟ تلقاو واحد الاشكاليه في النقطه اللي خاصه بانه الطالب تيختار واحد المجال، حيت والديه بغاو يدير ذاك المجال، ولا كان الاب عنده امنيه بيدير هو ذاك التخصص ما داروش، بيحطوه في الابن ديالو، ولكن ذاك الابن ديالو فين بيحط التخصصات ديالو في الابناء ديالو. دونك هذه نقطه مهمه يعني، وتيدير خاطر الوالدين، ولا تيقول حنا تنقولوا شعبات رضا الوالدين. ومنين تيختارها السنه الاولى السنه الثانيه تيبقى واخا هو لي كومبيتون يعني في كل ما هو اكاديمي، ولكن الجانب الاهتمام ديالو ما عندوش نقول معاه مع هذا التخصص. يقدر وقعت وفاة، وقعت طلاق، وقعت أزمة، وقع شي حاجة، يقدر ذاك الطالب يلاشي. بخلاف إلا اختار التخصص سبحان الله ديالو هو اللي بغى، راه تيمشي فيه مزيان. حيت حنا راه ضروري هو يكون عنده هدف في حياته. الهدف أنت نجحتي، هاني قال لك، أنت نجحتي هاني قال لك، ولكن هذا حيت كاين محدود الأهداف المهنية ديال ذاك الطالب. اما النقطه فين يدخل المعاد ان شاء الله يدخل لي. دونك هنا راه الطالب خصنا نوضحوا ليه واش كاين واحد الرؤيه واضحه للمستقبل ديال المهني هنا عاوتاني، وهو راه تيبحث تيشوف المجالات اللي تثير الاهتمام ديالو. على الاقل تنشوفوا معنا حنا في الكوتشين دوريونتاسيون ثلاثه المجالات اللي بغى يخدم فيها مستقبلا، حيت هذه مهمه جدا جدا. هنا كاين واحد النقطه، التخصصات راه موجودين، تدخل لو سيت الانترنت تلقى مجموعه ديال التخصصات اللي تابعين لوزاره التربيه الوطنيه كاع المعاهد اللي كاينين. دونك هو غادي يشوف التخصصات اللي كاينين في الجامعات في المعاهد المغربيه في الدوليه، يعرف شنو تيطلبوا، كيفاش ممكن يدوز الامتحان اذا كان امتحان شفوي كتابي، كيفاش حل المده ديال التخرج. دونك هادو مهمين، ولكن اللي مهم مهم جدا جدا سوق العمل مستقبلا، اتجاهات ديال السوق فين غادي، نعرف ملي تعرفوا التخصصات نعرفوا الاتجاهات فين غادي، خاصة حنا راه مقبلين على 2026 27 28 ولا حنا 28 30. دونك راه كاين دراسات وكاين تقارير اللي هي اقتصادية وتوجهات ديال السوق فين غادي. لهذا اخواني اخواتي الكرام، الميساج موجه للطلبة والطالبات وحتى الآباء والأمهات. دونك حنا تنرافقوا الطالب وتنختاروا ليه
يعني تيختار حسب الميولات ديالو، حسب يعني في واحد المجموعه ديال التخصصات اللي يقدر يعطي فيها ويمشي فيها باذن الله. اخواني اخواتي الكرام، اي سؤال بخصوص هذا المجال اللي بيدير المرافقه، يعني في خاصه يعني في توجيه هذا المدرسه المهني، بعليه التواصل معنا وان شاء الله نديروا معاه موعد ونخدموا معاه حتى تبان ليه الرؤيه. بارك الله عليكم وصباحكم مبروك.